بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة مورا سوفت. أنا سمير جمال. إن شاء الله أنا جالك بفيديو مهم جدا بالنسبة لك، ممكن في يوم من الأيام تحتاج حاجة زي كده. نفرض على سبيل المثال أن أنت عندك نظام على السيستم بتاعك في لينكات معينة أو في راوتس معينة، الراوتس دي حساسة أو بمعنى أدق مش أي حد يزور الراوتس ده حتى لو هو عامل نظام الاوثنتيكيشن. عشان يزور الراوتس ده بيدخله على مرحلة اللي هي الباسورد، ومن خلال الباسورد اللي بياخده من الادمن لو هو معاه الباسورد بيدخل الباسورد، فبالتالي يعرض له الراوتس ده او يدخله على الصفحة او اللينك ده. انت ممكن في يوم من الايام تستخدمها في راوتات حساسة، فعايز ان انت تعمل زي سيكيورتي عليها. بس النهاردة في الفيديو ده انا جاي لك بطريقتين. اول طريقة ان احنا ممكن نشتغل عن طريق الميدل وير، والطريقة التانية ان احنا ممكن نشتغل عن طريق حاجة اسمها الجيتس والبوليسي، ودي حاجة موجودة في لارافيل يمكن بعض الناس ما تعرفهاش والبعض يعرفها، ولكن من باب المعلومة انك تعرف حاجة زي كده النهاردة. تعال كده اوريك فكرة الفيديو اللي احنا عايزين نعملها النهاردة ان شاء الله. في البداية انا عندي الراجل دخل على النظام بتاعي بعد ما سجل نظام الاوثنتيكيشن بتاعي، بدأ عندي هنا في لينك يوديني على اليوزرز ولينك مثلا يوديني على البوستس. فانا عايز اقول له بالبلدي كده لما تيجي تدخل على اليوزرز لازم تدي له باسورد عشان يقدر يعرض لك اليوزرات دي، بيقول له مضمون الكلام انك ملكش صلاحية انك تدخل على المكان ده. لو انت معاك الباسورد طبعا الادمن بيعرفك الباسورد بتاع اللينكات، فانا كتبت باسورد مثلا بطريقة غلط مثلا وضغطت انتر، لاحظ مضمون الكلام قال لي ان الباسورد بتاعك غير صحيح. طيب في حالة ان انا كتبت الباسورد بشكل سليم وضغطت انتر، المفروض فعليا دلوقتي ان هو يبدأ يقول لي ان الباسورد بتاعك صح، بيقولك مضمون الكلام ان اللينكات دلوقتي بقت متاحة بالنسبة لك وتقدر تزورها في اي وقت. فانا لو دخلت على اليوزر عرض اليوزر، طبعا احنا كاتبين حاجات فيك كده، ونفس القصة في البوستس، لو ضغطت على البوستس المفروض بيعرض لي البوستس هنا هيت، طبعا دي حاجات فيك. طبعا الطريقة دي هي تعتبر طريقة الميدل وير، وطريقة سهلة جدا هعلمها لك. تعال كده بس نوقف بقى طريقة الميدل وير، ويعني نيجي هنا نقوله مثلا وقف لي طريقة الميدل وير ديت وشغل لي الطريقة بتاعت الجيتس الجيت والبوست. تمام خليني بس اغير بس حاجة بسيطة كده، ما تشغلش بالك باللي انا بعمله، كل ده هيتشرح لك ان شاء الله من الصفر باذن الله في فيديو النهارده. طيب خلينا كده نطلع بره على الداشبورد ويجي يزور اليوزرز تاني. طبعا احنا قبل كده كان بيدخله بباسورد، لا انا عايز بقى امنعها خالص من الاخر واريح دماغي خالص، مش اي حد يدخل في الحته دي مثلا على سبيل المثال، او اللينكات دي حساسه ما ينفعش ان هي حد يدخل فيها. لو جه يزور الراوت هنا لاحظ اللي تم، قال له مضمون الكلام 404 ان انت مالكش اي صلاحيه ان انت تدخل في المكان ده. ده طبعا بطريقه الجيت والبوليسي. ان شاء الله باذن الله هعلمك الطريقتين النهارده في الفيديو عشان ان انت تختار الطريقه المناسبه بالنسبه لك، وبناء عليها تحدد انت محتاج الطريقه بتاعت الباسورد ولا محتاج الطريقه دي. كل اللي انا طالبه منك تجيب كوبايه الشاي الجميله ويلا بينا. ورجعت لكم مرة تانية، وأول حاجة هتعملها إن أنت هتنزل مشروع لارافيل. طبعا أنا مش جاي النهاردة في الفيديو أعلمك إزاي إن أنت تنزل مشروع لارافيل، أنت هتختار الفيرجن اللي أنت عايزه. أنا نزلت إصدار الأخير اللي هو لارافيل 9، لك مطلق الحرية تشتغل على لارافيل 8، لارافيل 7، أيا كان واتيفر لارافيل اللي أنت أو الإصدار اللي أنت هتشتغل عليه. دي أول خطوة إن إحنا هننزل مشروع لارافيل. بعد ما نزلنا مشروع لارافيل هنحتاج نسطب نظام أوثنتيكيشن موجود عندنا عشان المستخدم يقدر يدخل على النظام. اختار النظام اللي يريحك، لو أنت حابب تشتغل باليو اي اللي موجوده باي ديفولت مع لارافيل اوكي، حابب تشتغل بلارافيل بريز برضو اوكي، حابب تشتغل بجيت ستريم برضو اوكي. انا استخدمت لارافيل بريز، والمفروض طبعا ان انا مش جاي في الفيديو النهارده عشان اعرفك ازاي ان انت تعمل لارافيل بريز او تسطب لارافيل بريز. طيب بعد ما انا سطبت لارافيل بريز عندي وسطبت المشروع والامور كلها تمام بالنسبه لي،
كل اللي عليا ان انا هكاري الداتابيز وابدا دلوقتي ان انا عندي داتابيز، ابدا ان انا اعمل لينك بين وبين الداتابيز. انا كتبت الداتابيز عندي هنا لينك بروتكشن، تمام، وهنا ادك الداتابيز بالنسبه لي اهيت، وعملت مايجريشن في الداتابيز واليوزرز عندي فاضيين. المفروض دلوقتي ان انا هروح اعمل ريجستر على الداتابيز، سميت الاسم سمير جمال وده الايميل والباسورد مثلا، وبعد كده قلت له كونفيرم لي الباسورد وعملت لوجن، تمام. في اللحظه دي هو بدا يعرض لي الداشبورد بتاعتي ودخلني على النظام والامور كلها تمام. انا بقى عايز دلوقتي اعمل شويه حاجات كده او اظبط الدنيا عندي واخلي الامور بالنسبه لي تمام. لو رحنا مثلا على سبيل المثال قلنا له هنا تعالى كده نروح على جوجل، انا مش عايز اخد كوبي بيست عشان طبعا الستايلات والكلام ده كله، فحابب اشتغلها كلها قدامك عشان ما تحسش ان احنا بنعمل اختراع. هنقول له هنا مثلا بوتستراب، هندخل على البوتستراب مثلا على سبيل المثال وليكن، ونيجي هنا نقول له في البوتستراب ادخل لي على الدوكيومنتيشن، وبعد كده ممكن نروح نجيب مثلا على سبيل المثال نافبار، اي نافبار عندك مثلا اختار نافبار اللي انت عايزه. خلينا مثلا ناخد النافبار ده مثلا نقول له هنا كوبي، ونروح على الداشبورد بتاعتنا ونقول له هنا في الداشبورد لو سمحت هنا حط لي الناف بور دي، تمام وليكن يعني تمام. طبعا المشروع عايز اقول لك اللي انا هشتغل عليه قدامك ده بعد ما اخلصه ان شاء الله هرفعه لك على الجيت هاب، اللينك هيكون البروجكت كامل على الجيت هاب، بتقدر ان انت لو حابب تاخد المشروع من على الجيت هاب بيكون جاهز بالنسبه لك. طبعا هنا هو مش بحاسس بالبوتستراب، فكل اللي احنا علينا ان احنا هنيجي هنا نقول له ادى البوتستراب بتاعنا. لو جينا قلنا له ادى اللينك بتاع السي اس اس، خلينا نروح على اللي اوتس الاب ونبدا ان احنا نعمل هنا اول حاجه نضمن اللينك بتاع البوتستراب بتاع السي اس اس، ونبدا نعمل هنا ريفرش كده. بقى دلوقتي هو حاسس بالبوتستراب بتاعنا بشكل كويس. طيب الخطوه اللي احنا هنعملها ان احنا نيجي على مثلا مثال كلمه ناف بار والكلام ده كله مش محتاجها، وهنروح مثلا على الهوم ونسيب لينكين بس، ممكن اختار بقى انت براحتك، احنا بنعمل سي تيست بسيط كده. هنقول له مثلا على سبيل المثال عندي لينك يودينا على اليوزرز، وعندي لينك تاني بيودينا على البوستس، تمام. طبعا هنا لو عايز اعمله اكتف او ديس اكتف، خلينا بلاش نعمل اكتف مثلا عشان ما يبقاش متاكتف على اليوزر، كلام جميل. وتعالى نعمل هنا ريفرش، هنا عندي ادا اليوزر وده البوستس، كلام جميل لغايه الان الامور كلها تمام. اللي علينا بعد ما ظبطنا الكلام ده كله هنروح زي الشطار كده نعمل راوتس، جميل، ناخد هنا راوتس، خلينا مثلا ناخد راوت الجيت ده مثلا على سبيل المثال، نقول له لو سمحت هنا مثلا ادا راوت ادا الجيت ده مثلا، هنقول له يوزرز، وعندي هيروح على الصفحه بتاعت اليوزرز، وعندي راوت تاني اسمه مثلا نقول هنا بوستس، وهيروح على صفحه اسمها البوستس، كلام جميل. المفروض دلوقتي فعليا انا عندي الراوتات ديت، هروح رايح على اللينكات عامل لها ايه، الله ينور عليك، هبدا ان انا اقول له راوت انت هتزور الراوت اللي اسمه يوزرز، تمام. وعندك نفس القصه في البوستس، هتقول له هنا روح على الراوت اللي اسمه بوستس. لغايه الان الدنيا تمام والامور كلها تمام زي الفل. لو جينا نعمل هنا ريفرش طبعا بيقول لي ان هو الراوت بتاعي نوت ديفايند، اتاكد بس من حاجه، اتاكد بس انا كاتب الراوت هنا هذا اليوزرز عندي مظبوط اهيت، اتاكد ممكن احنا كاتبينه هنا غلط، او اجي بس اشوف. معلش انا اسف. بص احنا طبعا انا لما برضو عشان تبقى انت واخد بالك انا هنا بنادي على اسم الراوت، طب انا هنا اصلا فعليا ما سميتهمش، ده انا بس عملت باليو ار ال. طبعا انت تقدر تنادي على اليو ار ال
ولكن برضو خليني أمشي بالنيم، فأقول له هنا مثلا على سبيل المثال هذا النيم بتاعنا هيكون users، وهنا النيم بتاعنا هيكون هذا النيم بتاعنا هيكون posts. كلام جميل، حلو قوي. لو جينا نعمل ريفريش المفروض ما فيش undefined. طبعا لما اجي اضغط هنا هيقول لي ان ما فيش صفحه موجوده عندي، بيقول لي انا اصلا لما جيت اروح ادور على صفحات مش لاقي اي صفحه. حلو قوي. طيب كل اللي احنا هنعمله ببساطه شديده، هنروح رايحين على الريسورس على الفيو. شايف الداشبورد دي؟ ممكن ان احنا ناخد منها كوبي ونبدا نقول له هنا يوزرز، تمام، ونضغط اوكي، وناخد مثلا كمان واحده هنا ونقول له هنا دي هتكون بوستس. كلام جميل، ونضغط هنا اوكي. هنا دلوقتي انا المفروض عندي لما هيزور اليوزرز المفروض هنا هيكتب لي كلمه يوزرز، وبعد اذنك لو سمحت هنا الناف بار ديت خليها لي فاضيه كده ما فيش فيها اي حاجه. كلام جميل. طيب لما هيزور البوستس هقول له هنا اسمها بوستس. يلا يا سيدي، وبعد كده لو سمحت شيل لي الناف بار اللي هنا خالص. كلام جميل، حلو. وضغط هنا ريفرش ونقول تعال نزور اليوزرز. راح على اليوزرز والدنيا فاضيه. لو رحنا على البوستس الدنيا عندنا هنا فاضيه والامور كلها تمام. لغايه الان الدنيا حلوه وزي الفل. طيب الخطوه اللي بعد كده هروح رايح على البوتستراب مثلا سمسال، واقول له هات لي تيبل مثلا وليكن سي في حرف كان بيبقى في التابل عفوا انا بحاول ادور فين على التابل. احيانا بيكون قدامك الحاجة ولكن انت بسم الله ما شاء الله تقعد تدور تدور وما تلاقيهاش موجود عندك هنا. يعني هي هتلاقيها قدام عينينا وانا مش شايفها. ممكن نقوله هنا مثلا على سبيل المثال تيبلز مثلا، احنا ليه تعبين نفسنا يعني. اشوف يعني هي كانت موجوده واحنا انا قاعد ادور ولكن مش شايفها يعني. هناخد مثلا التيبل ده مثلا على سبيل المثال هنحطه هنا في اليوزرز مثلا، وعندي تيبل تاني نحطه هنا في هذا اليوزرز وهذا البوستس مثلا. اي طبعا المفروض ان انت هيكون عندك بيانات حقيقيه مثلا، تمام. لو جيت عملت هنا ريفرش وقلت له اليوزر عرض لبيانات اليوزر مثلا على سبيل المثال، وهنا البوستس عرض لبيانات البوستس، وطبعا ايه احنا بنحط داتا فيك يعني. تمام تمام، لغايه الان الدنيا حلوه والامور كلها تمام وظبطنا الدنيا بتاعتنا. طيب الخطوه اللي بعد كده قفل بقى كل الكلام ده، وبعد اذنك لو سمحت احنا عايزين نعمل حاجه. ايه هي؟ انا عايز اقول له بالبلدي كده الراجل ده اول ما يضغط على اليوزر تروح تتحقق هل هو له الصلاحيه انه يدخل على اللينكات دي ولا لا، او مش هقول لك له الصلاحيه، هل هو بالفعل دخل الباسورد ولا ما دخلش الباسورد. في اللحظه دي بقى يختلف الكلام شويه. ازاي؟ هنروح اول حاجه على البروجكت بتاعنا هنا، ونروح على الداتابيز على المايجريشن، هنروح على جدول اليوزرز. في جدول اليوزرز ممكن نضيف كولوم جديد مثلا على سبيل المثال، الكولوم ده مثلا من نوع وليكن سي مثلا، نقول له من نوع بوليان مثلا اللي هو بياخد ترو فولس، واقول له مثلا باي ديفولت مثلا على سبيل المثال ادى الديفولت بتاعي هيكون زيرو يعني فولس. يعني لما جه كاريت اليوزر ده باي ديفولت حطه لي فولس. ممكن هنا بقى اسمي الاسم الكولوم اللي انت عايزه مثلا على سبيل المثال، انا ممكن اسميه مثلا نقول له باسورد راوت مثلا، او باسورد راوتس، او ايا كان لك مطلق الحريه، او سميه اس باسورد، اعمل اللي انت عايزه. تمام تمام. الخطوه اللي بعد كده ان انا هاجي هنا بس عشان اظبط الدنيا بتاعتي، فانا ممكن اجي في المشروع بتاعنا واجي هنا افتح التيرمينال واقول له بي اتش بي ارتيزان مايجريت فريش. انا عايزك تنظف لي الداتابيز من اول وجديد تاني. تمام تمام. لما المفروض ان انا هروح على الداتابيز بتاعتنا هنا واجي اعمل ريفرش المفروض هيطلعني بره خالص. قلت له ريجستر، انا لو سمحت عايز اسجل عندي هنا وعندي الاسم وده الباسورد بتاعنا، واضغط هنا اقول له هذا الباسورد بتاعنا، واضغط هنا اوكي.
في اللحظة دي الأمور كلها تمام عندي هيت والدنيا زي الفل. طيب ولكن لو جينا نعمل هنا ريفرش على الداتا بيز بتاعتنا، عندنا هنا اليوزر عندي حاجة اسمها باسورد روت زيرو، لأن أنا قلت له باي ديفولت هي زيرو يعني فولس. طبعا ترو فولس أنت أكيد عارف ترو فولس. طيب هنا بقى دلوقتي هيجي دور أول جزئية هنعملها، إن إحنا عايزين نعمل ميدل وير. الميدل وير ده فكرته إن هو يبدأ يعمل تشيك على الباسورد ده، أو يعمل تشيك على الحتة دي، يتأكد أنت فعلا دخلت باسوردات قبل كده ولا لأ. طب لو دخلت باسوردات قبل كده يعديني، ما دخلتش باسوردات أو مالكش الصلاحية في اللحظة دي يقولك دخل لي الباسورد. طيب نعمل الكلام ده إزاي؟ بمنتهى البساطة خلينا نروح نقول له PHP artisan make، لو سمحت أنا عايزك تعمل لي middleware وسمه لي مثلا، نقول له مثلا check password route مثلا، ايا كان بقى سمي الميدل وير اللي انت عايزه، لك مطلق الحريه بقى، يعني ايه موضوع الميدل وير ده سميه بمزاجك كيفما تشاء. تمام. وبعد كده هقول له لو رحنا على البروجكت بتاعنا هنا، رحنا على الاب على ال HTTP، عندي انا هنا الميدل وير، هلاقي عندي هنا حاجه اسمها check password راوت. هذا الميدل وير الجميل بتاعنا. اشيل بقى الكومنتس دي ما بحبهاش انا. طيب اول حاجه هعملها ان انا هروح رايح على الاب HTTP على الكيرنل، واجي هنا في الراوت بتاعنا الجميل عشان ان انا اضيف الميدل وير بتاعي. طيب كل اللي عليا على سبيل المثال هاخد كوبي هنا كده، واجي هنا في اسم الميدل وير ده اللي هيكون موجود في اسم الراوت. عايز تسميه مثلا ممكن نقول له هنا تشيك مثلا باسورد راوت مثلا. تمام. طيب وممكن اجي هنا ببساطه جدا اروح جاي هنا على امسح دي، واجي اروح ابص على الميدل وير بتاعي، ده اسم الميدل وير، قلت له ده هيروح على الميدل وير اللي هو اسمه تشيك باسورد راوت، وقلت له امبورت. ما انساش ان انا هنا اعمل له امبورت، او ممكن ان انا اكتب له هنا المسار بشكل كامل يعني، ولك مطلق الحريه. تمام. لغايه الان الدنيا زي الفل والامور كلها تمام. طيب الميدل وير اللي هيبقى هنا فكرته ايه؟ فكرته ان انا عايز ابدا اتشيك على الحاله بتاعه الباسورد ديت، وبناء عليه اشوف الدنيا. طيب انا اول جزئيه هعملها ان انا هاجي هنا اقول له عايز اجيب مثلا، ممكن نعمل نقول له مثلا اداه، نعمل متغير اسمه يوزرز مثلا او يوزر، نقول له هتروح على موديل اليوزر وتعمل له فايند، وتقول له مثلا الاوث اوف اليوزر اوف الاي دي. طبعا انت تقدر تعمل موضوع عشان اجيب الاي دي بتاع اليوزر ده، ممكن تعمل هيلبر فانكشن وتنادي عليه من اي مكان انت عايزه، ايا كان يعني انت بقى ايه هتبقى فاهم الدنيا بتاعتك. طيب انا كده جبت الاي دي اللي فاتح عندي هنا، لما جبت البيانات بتاعتي هنا عايز اعمل اف جمله اف جميله كده، اقول له مثلا على مثال واجي اقول له لو اليوزر بتاعي اوف، الله ينور عليك، هنا عندي الباسورد راوت، يعني الباسورد راوت بتساوي زيرو، يعني الراجل ده اصلا ما دخلش اي باسوردات جديده او ملوش صلاحيه انه يدخل المكان ده. طيب هتعمل ايه؟ هتقول لي مثلا على سبيل المثال ريتيرن مثلا، ممكن نرجع ريتيرن ونقول له مثلا ارجع لي مثلا باي كلمه مثلا، وليكن سي مثلا، نقول له هنا مثلا لا، طبعا احنا بنكتب بس حاجه لكن هنظبط بقى احنا الدنيا بتاعت لا يمكن الدخول على هذا الرابط مثلا، وليكن سي مثلا. تمام. كده الامور بالنسبه لي تمام. طيب هنا دلوقتي لو جيت اعمل ريفرش واروح اضغط هنا راح، لا انا مش عايزه بقى يروح، امال ايه؟ انا عايزه يبدا ان هو يعمل ايه؟ يبدا يعمل التشيك. طيب عشان يعمل التشيك انا كده اوريدي ما ندهتش على الراوتس بتاعنا، او اسف ما ندهتش على الميدل وير بتاعنا. طيب هروح رايح على الراوتس الجميل،
واجي هنا. طبعا انت ممكن هنا تروح رايح بمنتهى الشياكه لو انت هتستخدم الراوتس ده على الاثنين، يعني انت عايز تعمل مثلا تشيك. طب خلينا نعمل تشيك مثلا على اليوزر بس، انا عايز اليوزرز ده مش اي حد يدخله غيره معاه باسورد مثلا، فانا ممكن اقول له هنا الراوت بتاعنا، او اسف الميدل وير بتاعنا هيكون اسمه كذا. ممكن تنادي على اسم الميدل وير بالشكل ده، في بعض الناس بتعمل الحته دي، بتروح تنادي على اسم الميدل وير هنا كده وتحطه هنا في الجزئية دي، أو في بعض الناس بتعمل حاجة تانية، بتروح راحة على الميدل وير وتروح جاية هنا كاتبة الميدل وير بالشكل ده، تعمل هنا وتروح قايلاله هنا كلاس، تمام، وببدأ إن أنا أعمل امبورت للميدل وير. أنت عايز تشتغل بدي أوكي، عايز تشتغل باسم الميدل وير اللي سميته برضو لك مطلق الحرية. طيب تعالى كده دلوقتي نعمل ريفريش، والراجل ده عايز يزور اليوزرز. لو زار اليوزرز هنا طبعا هنا بيقول لي ان الهيدر مش موجود عندنا. طيب انا فاهم، يعني بيقول لي temp to property header on. طيب خلينا مثلا نرجع، ممكن نعمل حاجة تانية، بلاش نرجع بالرسالة ديت، ممكن نرجع بجزئية فين هنا، بلاش نرجع، ممكن نرجع ب return نرجع مثلا بريتيرن ريسبونس مثلا على سبيل المثال، وليكن سي مثلا اد ريتيرن ريسبونس مثلا، وندي له اي كلام مثلا، هنا نقول له لا يمكن الدخول على هذا الرابط. تمام. خلينا نرجع نعمل ريفريش، نسمي الله، لاحظ قال لي لا يمكن الدخول على هذا الرابط. ليه؟ لان انت مالكش صلاحيه، هو راح عمل تشيك عندك هنا، طب لقى الصلاحيه فبناء عليه. طيب لو انا جيت دلوقتي الراجل ده مثلا على سبيل المثال، خلينا ان هو مدخل باسورد له صلاحيه، طبعا لسه هنعملها، تمام، وقلت له هنا موافق، وجيت عملت هنا ريفريش، والراجل ده له صلاحيه ان هو يدخل. لو جيت ضغطت هنا لاحظ عرض له، ليه؟ لان هو له صلاحيه. بس انا بقى عايزه هنا لما يروح يزور الراوتس ده، لو هو مالوش الصلاحيه يقول له دخل الباسورد. يعني في اللحظه دي انا عايز لما اجي اعمل ريفريش هنا كده واجي اضغط على اليوزرز هنا، ما يقولوش لا يمكن الدخول، يروح فاتح له صفحه يقول له مضمون الكلام، انت مالكش الصلاحيه انك تدخل للمكان ده، ولازم تدخل الباسورد عشان ان انا اقدر ادخلك على المرحله اللي بعدها. طيب نعمل الكلام ده ازاي؟ خلي ده زي ما هو، هنروح رايحين على راوتس معين مثلا على سبيل المثال، نختار مثلا هنا راوت مثلا، خلينا نعمل برضو حاجه عشان يعني في وقت من الاوقات ممكن ان احنا نحتاجها، خلينا مثلا نقول له بي اتش بي artisan make controller، ونسميه مثلا check باسورد ايا كان، يعني سمي اللي انت عايزه بقى، لك مطلق الحريه انك تعمل الحاجات اللي انت محتاجها. تمام. وهنيجي هنا دلوقتي على سبيل المثال ده الكنترولر بتاعنا جميل، عشان ما نقعدش نكتب كل الكلام ده هنا. طيب الكنترولر الجميل ده هيكون عندي اول حاجه public function، نقول مثلا هذا public function، ونقول هنا مثلا الفانكشن بتاعتنا هتكون مثلا create باسورد، هذا اول public function عندي هنا، وعندي function تانية اسمها مثلا على سبيل المثال هذا public function نقوله هنا up update باسورد، نقوله هنا الايه update باسورد، هيبدأ عندي هيكون عندي هنا update باسورد هياخد الريكوست، ياخد الريكوست بتاعتنا، تمام، هنا الريكوست نشيل دي ونعمل طيب خلينا بس ايه نشيل دي خالص، طيب خليها بس دلوقتي هذا الريكوست
بتاعتنا هو كده المفروض جابها، قلنا له هنا الريكوست، هنا واجي اقول له اس الريكوست، حتى كمان الراجل عاملها لنا يعني كتر الف خيره يا شكرا. طيب انا كده الامور بالنسبه لي تمام والدنيا زي الفل. طيب الخطوه اللي بعد كده هاجي على الراوتس الجميل بتاعنا ونقول له بسم الله. خلينا نروح على تو راوتس. اول حاجه هنعمل راوت جميل هنا، ادي راوت من نوع جيت، وعندي راوت تاني من نوع. طيب خلينا برضو نكمله مرة واحدة، قلنا له هنا مثلا الراوت بتاعنا هيكون اسمه مثلا create underscore password. طيب الراوت ده هيروح فين؟ هيروح على الكنترولر الجميل بتاعنا اللي هو اسمه check password. وممكن نيجي هنا نستغنى عن النيم سبيس كله ونعمل له import، ونيجي هنا نقول له هياخد الكلاس بتاعنا، وبعد كده هيدخل على الميثود اللي اسمها ايه احنا مسمينها فين في الكنترولر. عندي هنا كرييت باسورد. كلام جميل كلام جميل. تعال كده ناخد ده بالظبط اخوه ونضغط بس هنا نقول له هنا بوست، والراجل ده هيعمل بدل كرييت هيعمل هنا اب. كلام جميل. واقول له هنا الميثود بتاعتنا بتاعت الابديت فين اللي في الكنترول اهي، تعالى يا عم اعمل لي هنا ادى الابديت عندي هنا الكنترولر بتاعي. واجي ممكن هنا اعمل له نيم جميل عشان برضو ايه تبقى الامور بالنسبه لي تمام. اقول له هنا create dot password. كلام جميل. وهنا عندي اسف BASSWORD. كلام جميل. واعمل كمان نيم هنا، اقول له هنا النيم بتاعنا، ادي له نيم عشان لما اجي انادي عليه في اي مكان مثلا على سبيل المثال اقول له update underscore password. كده بالنسبه لك يا معلم الامور كلها تمام والدنيا زي الفل. طيب الخطوه اللي بعد كده بالنسبه للكرييت باسورد دي ايه اللي هيحصل فيه؟ المفروض ان انا هنا هقول له مثلا على سبيل المثال انت هنا return view، هترجع على صفحة اسمها ايه؟ اسمها create underscore password. في عندك صفحة view password، طبعا احنا لسه ما عندناش الصفحة. طيب ولكن خلينا بقى الميدل وير الجميل، عايزين بقى نقول له لو انت ما لقيتش الكلام ده كله ما تطلعلوش بقى رسالة، امال ايه؟ احنا عايزين بقى دلوقتي نرجعه على صفحة انه يدخل الباسورد، فهنقول له return، وبعد كده هنقول له redirect، هترجع لي على راوت معين، هذا الراوت بتاعنا معين، وهنقول له مثلا ارجع لي على الراوت اللي هو اسمه احنا كنا مسمينه ايه؟ كنا مسمينه create.password. تمام تمام. طيب تعال نسمي الله كده ونرجع نعمل ريفرش ونشوف هل فعلا هيرجع الصفحة. طبعا هو المفروض هيقول لي ان مفيش صفحة اسمها create password، ولكن نشوف بس يعني ركز. هو قال لي ان مفيش عندك صفحة اصلا اسمها create password. طيب اللي احنا هنعمله كالتالي، هنيجي زي الشطار كده نروح رايحين على الريسورس، على الفيو، على الداشبورد مثلا على سبيل المثال، او ندخل على البوستس وناخد منها كوبي ونيجي نقول له هنا create password. تمام تمام. ونيجي جوه الكرييت باسورد ونروح قايلين له شيل لي التيبل دي. تمام تمام. وتعالى نعمل هنا ريفرش، شوف فعلا بالفعل رجع على الصفحه دي. وممكن نيجي هنا نكتب فوق مثلا create password عشان بس نتاكد ان الامور كلها تمام، ونعمل هنا ريفرش هذا الكرييت باسورد. طيب بعد كده المفروض عايز اجيب فورم، ممكن نجيب فورم مثلا على سبيل المثال نقول فورم كنترولر، جيب لي فورم من على البوتستراب مثلا، وليكن سي اي فورم، نجيب الفورمه دي مثلا على سبيل المثال. تعال ناخد كوبي ونيجي هنا على المشروع الجميل بتاعنا هنا ونقول له هات لنا فورمه بالشكل ده. تعال نعمل ريفرش، عندي فورمه هنا اهي مثلا. طيب نحاول نظبط الفورمه الجميله بتاعتنا، نيجي نقول له لو سمحت احنا مش محتاجين الايميل، تعال نصغر دي شويه، والباسورد مثلا كده كده هو عامل ليبل هيدن مش عايزينه، هنقول له مثلا هنا مثلا ممكن نعمل بليس هولدر، اسف نقول له هنا انتر
باسورد. تمام. واجي الباسورد ده هدي له ايه؟ نيم، اقول له مثلا النيم بتاعه باسورد مثلا وليكن سيف. وطبعا هنا في الكونفيرم ممكن اقول له هنا مثلا سب ميت. تمام. واعمل هنا ريفرش. هنا بالنسبه لي اول ما ضغط عليه قال له هنا كرييت باسورد. اذا دلوقتي الراجل ده اول ما هيروح يزور البوستس، البوستس ما عليهاش اي صلاحيه او ما عليهاش اي برميشن، لكن اليوزر دي هي اللي عليها الصلاحيه. فلما جه يضغط على اليوزر راح تشيك ما لقاش ان اليوزر ده يقدر يدخل عليه، فقال له انتر باسورد. طيب الانتر باسورد، طيب ده هيروح فين؟ اول حاجه هنقول له زي الشاطر انت هتروح على الاكشن، في عندك راوت جميل، هذا الراوت بتاعنا هيكون اسمه ايه؟ اسمه ابديت دوت باسورد. طبعا سمي المسميات زي ما انت قلت، يعني زي ما انا قلت لك. وجيت هنا قلت له مثلا على سبيل المثال الميثود بتاعتنا هتكون من نوع بوست. تمام. طبعا هو هيروح يزور الراوت فين؟ هيروح يزور الراوت ده اللي هو الابديت، انا اسف كان ابديت دوت باسورد. تمام. طيب بعد ما يزور الراوتس ده المفروض ان هو هيدخل على الكنترولر الجميل، وقلت له مثلا على سبيل المثال ريتيرن، ارجع لي بي الريكوست اللي جالك بس عشان اتاكد الريكوست اللي جالي ده سليم ولا لا. وجيت هنا عملت ريفرش وكتبت اي رقم باسورد وضغطت هنا اوكي. طيب هنا بيقول لي طيب ماشي، معلش احنا نسينا هنا في الكرييت باسورد نسينا السي. حاضر يا باشا، احنا اسفين، السي اس ار اف. تمام. نعمل هنا ريفرش تاني ونقول له هذا اي باسورد ونضغط اوكي. بالفعل هو راح عندي على الدنيا بتاعتي وجاب لي الباسورد بتاعي اهوت، والامور كلها تمام. حتى كمان انا كنت عندي مش منزل، ما كنتش عامل فورماتر، ممكن اقول له جيسون فورماتر مثلا على سبيل المثال. خليني بس اعمل فورماتر بالمره، اسف هنا فورماتر جوجل كروم عشان بس اوريك الدنيا. نضيف بس الايه الاضافه ديت، قلت له تثبيت عشان بس يعمل فورماتر يكون بشكل كويس افضل يعني. تمام. طيب هو كده المفروض ثبتها، لو جيت عملت هنا ريفرش عشان يطلع لي بالشكل ده. تمام. طيب كده الامور بالنسبه لي بقت تمام والدنيا زي الفل، الباسورد كده راح. طيب الباسورد بقى باشمهندس ده هيجيبه منين ويتحقق منين، او الادمن يديله باسورد منين؟ طيب كل اللي علينا هنيجي زي الشطار على ملف الاي ان في كده، نيجي هنا في ملف الاي ان في ونيجي نهوت مثلا على سبيل المثال ناخد كلمه باسورد مثلا دي بي ديت، ونيجي تحتها مثلا على سبيل المثال ونقول له هنا، او بلاش ناخدها ممكن نقوله هنا. طيب هنيجي مثلا نكتب كابيتال نقول له باسورد مثلا اندرسكور ار يو تي راوت مثلا، ده الباسورد راوت. وقلت له الباسورد راوت ده مثلا هيكون مثلا 20 20 30 مثلا على سبيل المثال. تمام. انا كده بالنسبه لي اهو تمام، ده الباسورد راوت. المفروض انا كادمن او انا كان رايح اسلم البروجكت بقول له الراوتات اللي مقفوله باسورداتها بتبقى 20 20 30 مثلا. او طبعا مش عايز اقول لك ان الباسوردات بتكون باسوردات معقده يعني، ولكن احنا بنتكلم يعني ايه من باب الدلع كده يعني. تمام. طيب اللي انا عايز اعمله بقى حاجه ايه هي؟ الراجل ده المفروض في الكنترولر هيبعت باسورد، يعني هو دلوقتي هيدخل باسورد، المفروض هيدخل باسورد. لو دخل 20 20 30 بالشكل ده يبقى انا كده بالنسبه لي الامور تمام، والراجل فعلا بالفعل عارف الباسورد. طب لو مش عارف الباسورد يدخله على صفحه ثانيه. طيب اول حاجه عايز اعمل هنا في الكنترولر هعمل تشيك جميل، عايز اقول له اول حاجه مثلا ادا الاف بتاعتنا وده الالس بتاعتنا. طيب عايز اقول له اول حاجه هاجي هنا على سبيل المثال انا عايز اجيب الباسورد اللي مكتوب في ملف الاي ان في، عايز اجيبه كده، اجيبه ازاي؟ اعرف ازاي؟ طيب لو انا جيت هنا زي الشاطر عندك حل من الاثنين، اول حل انك تيجي هنا طيب خلينا بس نقفل الكلام ده عشان ما نتوهش الناس معانا، نروح على ايه؟ على الكنترولر ده. اول حاجه ممكن اعمل مثلا على سبيل المثال متغير، اقول له مثلا باسورد مثلا اي ان في مثلا، واللي كنت هقول له ان الباسورد بتاع الاي ان في هتدخل على حاجه اسمها اي ان في، اسف اي ان في، ادا الاي ان في بتاعتنا. وهقول له لو سمحت روح هات لي الكي اللي اسمها ايه باسورد راوت
ماشي حلو. هو كده دلوقتي بالفعل هيروح يروح الباسورد راوت. قلت له لو الباسورد راوت بتساوي الريكوست اوف الباسورد، طيب معنى ذلك ان الراجل ده فعلا بالفعل كتب الباسورد صح. عايز اقول له مثلا كلمه ريتيرن ارجع لي مثلا وليكن سي مثلا اوكي، احنا بس عايزين نعمل تشيك جميل كده. else والا ارجع لي مثلا على سبيل المثال هنا ارجع لي مثلا بي نو مثلا وليكن سي مثلا. تعال نجرب ونقول بسم الله، نرجع كده ونعمل ريفريش ونقول مثلا اكتب باسورد غلط، هنكتب اي باسورد غلط اهوت ونضغط سبميت. لاحظ رجع لي قال لي نو انت مش فعلا انت ما دخلتش الباسورد الصحيح. طيب لو انا جيت هنا دلوقتي وقلت له 20 20 30 بناء على الملف الاي ان الباسورد بتاع الان في وضغطت اوكي، لاحظ قال لي اوكي بالفعل انت فعلا مؤهل ان انت تروح على الكلام ده. حلو قوي، يبقى انا كده بالفعل عملت تشيكايه جميله والامور كلها تمام. طيب انا عايز اقول له بالبلدي كده لو انت مؤهل ان انت تروح هنا، اول حاجة هترجع على الداشبورد او هترجع على صفحة، بس استنى قبل ما ترجع على الصفحة دي انا عايزك تروح تعمل ابديت في الحتة دي عشان مش كل شوية ده ايه تقول له دخل باسورد. عايز تعمل الحتة دي كان بها، مش عايز تعملها وعايز تغير فيها يعني براحتك. يعني خلينا اوريك حاجة، تعالى كده دلوقتي هنقول له مثلا هنا نيجي زي الشطار كده نعمل متغير اسمه يوزرز، يوزر مثلا نقول له هنا اليوزر بتاعنا الفايند ونقول له مثلا على سبيل المثال او يو تي اتش الاوث اوف اليوزر تمام اوف الاي دي. هو هيجيب بياناته، وبعد ما يجيب بياناته اقول له لو سمحت هتعمل اليوزر ده هتعمل منه ابديت، وتيجي هنا تفتح قوسين الري الجمال بتوعك هنا عشان تعمل ابديت للكلمه اللي هي هنا فين اللي هي باسورد راوت. هقول له هنا اسف سنجل كوتيشن، قلت له هنا باسورد راوت هتساوي مين، هتساوي هنا هتساوي ترو. انا عايزك بقى ايه تعمل لي ترو. طيب بعد ما تخلص كل الكلام ده كله هتعمل ريتيرن وتقول له مثلا على سبيل المثال ريدايركت، وتروح على الراوت مثلا اللي هو بتاعنا اللي هو مين فين. تعال نروح على الداشبورد كان اسمها راوت داشبورد مثلا وليكن سي مثلا. خلينا نرجع هنا في الكنترولر نقول له ارجع لي على الجزئيه دي. تمام خلينا نرجع كده نعمل ريفرش ونقول بسم الله. هنزور راوت اليوزرز وضغطنا عليه، دخلني على الباسورد، قلت له دلوقتي 20 20 30 انا كده كتبت الباسورد صح وضغطت اوكي. في اللحظه دي راح مرجعني على الداشبورد والامور كلها تمام. لو جيت ضغطت على اليوزر هيبدا يدخلني هنا بس ما عملش ابديت. ليه ما عملش ابديت؟ اقول لك. طيب حاضر، احنا ما عملش ابديت لسبب واحد مع انه عدى. ليه؟ لان كلمه باسورد راوت دي المفروض تكون فين؟ الله ينور عليك، سامعك بتقول لي في الفيلابل. الله ينور عليك، هتروح على اليوزر اكيد هي مش معمول لها، ما كانتش متضافة، فممكن نقول له هنا عندي الراوت باسورد هنا. طيب تعالى كده نرجع نعمل ريفرش تاني على الداشبورد ونسمي الله، نقول له يوزر ونضغط هنا نقول له مثلا مثال 20 20 30 انا كده كتب الباسورد صح، واضغط هنا اوكي. في اللحظة دي راح رايح على الداشبورد، لو جيت بصيت على اليوزر هنا لاحظ راح عمل ابديت عليها. لو الراجل ده حب يزور اليوزر لاحظ بدا ان هو يظهر له اليوزر. طيب ممكن نعمل حاجه كمان اذكى من كده شويه، لو احنا حابين ان احنا مثلا لو انت حابب يعني ممكن نعمل هنا مثلا نقول له راوت مثلا ارجع لي على الراوت ده مثلا وليكن سي مثلا ويز مثلا ممكن نقول له ادا الرساله اللي انت عايزها مثلا على سبيل المثال اختار رساله. خليني بس اخد الرساله بشكل سريع مره واحده يعني عشان بس ايه ننجز. ارجع له مثلا بالرساله ديت وليكن سي ريتيرن دايركت، ارجع لي بالرساله بتاعت السكسسفول دي. انا عايزك ترجع لي على الرساله ديت وتبدا ان انت تعرضها لي. تمام بيقول لي مثلا مضمون الكلام ان مثلا اللينكات بقت متاحه بالنسبه لك مثلا او لينك اليوزر بقى متاح بالنسبه لك ايا كان الرساله. وهاجي على الداشبورد الجميله واعمل ريسورس
على الداشبورد بتاعتنا وعايز اعرض الرساله بتاعتي هنا، فممكن اخد السيشن بتاعنا اختصارا بس الوقت عشان الموضوع ما يطولش، نيجي هنا ناخد السيشن بتاعنا عشان نعرض رسالتنا. قلت له لو السيشن بتاع سكسسفول اتحقق اطبع لي الرساله هنا. تمام. تعالى كده نرجع نغير دي تاني عشان نعمل نفس الخطوات، ونعمل هنا ريفرش ونضغط هنا، المفروض هو هيزور اليوزر. قلت له هنا 20 20 30، وضغط هنا اوكي. لاحظ رجع له برساله بيقول له ان الامور بالنسبه لك تمام، ولو ضغط هنا اوكي ظهر له كل البيانات. طيب برضو من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين نعملها ان احنا مثلا تعالى كده نرجع دي زيرو تاني ونعمل هنا ريفرش، وجيت ضغطت على اليوزر هنا اعمل بس ريفرش هنا واقول له هنا رجع لي دي زيرو، ممكن اعمل هنا ريفرش. عايز اقول له هنا مثلا اطلع له رساله هنا اقول له مضمون الكلام مثلا ان انت مالكش الصلاحيه انك تدخل المكان ده مثلا وليكن سي مثلا على سبيل المثال. طيب ممكن هنا نعمل في عمليه الكرييت هنا في الكنترولر، هنا احنا فين كنا عاملين ايه في الكنترولر، هنا في الكرييت ده ممكن نرجع مثلا ريتيرن مثلا على سبيل المثال نقول له هنا ويز مثلا، ممكن نقول الرسالة ديت مثلا رجع لي رسالة مثلا، خليني اخد بس الرسالة اللي معانا بالمرة، يعني من باب ان انت ايه يعني نقول ندلع نفسنا يعني مش اكتر يعني. تمام انا بس انا باخد الكنترولر ممكن هنا بدل ما نعمل الويز ممكن نعمل حاجة أذكى من كده شوية. إزاي؟ نيجي في الكرييت باسورد نحط ديف مثلا عادي على سبيل المثال، أدا ديف عندي هوت أنا نسيت، هنا في الكرييت باسورد مثلا حط له ديف كده وحط له ألارت مثلا وورنينج مثلا هنا كده بيقول له إن أنت مالكش الصلاحية إنك تدخل المكان ده. لو جيت أعمل هنا ريفرش كده طيب بيقول لي أه طيب ماشي، عشان إحنا كنا عندي هنا كنا هنرجع هنا بالويز، إحنا آسفين خلاص مش هنرجع بويز ولا أي حاجة، نعمل هنا ريفرش رجع له برساله بيقول له ان انت مالكش الصلاحيه ويبدا هنا. طيب انا عايز بقى دلوقتي لما يجي يكتب كلمه باسورد ويكتبها غلط مثلا، ان هو يقعد يكتب باسورد انا عايزه يرجع له، يعني مثلا دلوقتي انا كتبت باسورد غلط عايز بقى يرجع له برساله يقول له غلط. حلو قوي، نعمل الكلام ده ازاي؟ هروح رايح على الباسورد عندي هنا، طبعا لما بيعمل تشيك إلس هنا والا بيرجع برساله. تمام. خليني اخد الرساله الجميله بتاعتنا، خلينا بس ننجز شوية عشان الفيديو يعني دخلنا في 42 دقيقة فالموضوع طول شوية. تمام طيب بعت لي هنا رجع لي برسالة قال لي ريتيرن ريدايركت هترجع لي بي الدينجرس والدينجر وترجع لي برسالة الكوريكت بتاعتي. تمام. والمفروض هنا فعليا اجي اعرض الرسالة بتاعتي هنا اقول له مضمون الكلام ارجع لي بي الرسالة دي لو اتحققت عندي هنا اهو. طبعا السيشن ده كل الكلام اللي انا بتكلم فيه انت فاهم المفروض الحاجات دي. طيب جيت عملت هنا ريفرش، الراجل ده كتب اي باسورد غلط وضغط انتر راح يزرح قال له ان انت عندك غلط، ضغط انتر قال له انت عندك غلط، ضغط انتر قال له انت عندك غلط، في اللحظه دي هو كده عنده غلط. طيب لو انا جيت هنا قلت له 20 20 30 وضغطت سبميت، في اللحظه دي انا الباسورد عندي صح وبدا يعرض لي اليوزرز عندي اهوت بشكل سلس ومفيش اي مشكله خالص. قعد بيعرضها ليه؟ لانه هو راح عمل ابديت هنا في الداتابيز والامور كلها تمام بالنسبه لي. ده طبعا باختصار شديد لو انت عايز تعمل جزئيه ايه الميدل وير، لو انت عايز تشتغل بجزئيه الميدل وير دي. طيب لو انا بقى مش عايز اشتغل بجزئيه الميدل وير وعايز اشتغل بجزئيه اللي هي بتاعه الجيت والبوليسي، اعمل الكلام ده ازاي يا باشمهندس؟ كده دلوقتي مبدئيا الامور بالنسبه لك واضحه في موضوع الميدل وير. طيب لو جينا نروح على موقع لارافيل وليكن سي مثلا وقلنا له هنا ادا لارافيل، وقلنا له في لارافيل هنا دخلنا على الفريم بتاعنا، وبعد ما دخلنا عليه دخلنا على الدوكيومنتيشن، وبعد ما دخلنا على الدوكيومنتيشن دخلنا على حاجه اسمها السكيورتي، هلاقي عندي حاجه اسمها اوثرايزيشن هدخل جواها، هلاقي عندي الجيتس والبوليسي. طيب تعالى كده ننزل كده بيقول لك مضمون الكلام ان الجيت بتاعتك دي بتتكتب في فين، بتتكتب في ركز بتتكتب في الاب بروفايدر اب سيرفيس بروفايدر، وممكن تعمل لها بروفايدر خاص بيها لو انت حابب تعمل يعني حاجات زي كده تعمل حاجات متقدمه. خلينا ناخد كوبي من دي مثلا
على سبيل المثال ونبدأ نضغط على، نروح على الاب بروفايدر ونقول له اب سيرفيس بروفايدر، كلام جميل. ونيجي هنا في البوت ونبدأ نضيف عندي هنا الجيت. اول حاجة بيقول لي مضمون الكلام اعمل امبورت المكتبة الجيت، فاقول له هنا فصاد الجيت بتاعتي هنا عشان تيجي معايا هنا، تمام. طيب اول حاجة بص، الجيت دي باختصار شديد بتسمي، اعتبرها زي الميدل وير، اعتبرها زي الميدل وير بالظبط. طيب انا قلت له مثلا هنا الميدل وير بتاعي اسمه، مثلا نقول مثلا اسمه تشيك اندرسكور باسورد، كلام جميل. هو ما بياخدش اي بارامتر، يعني هو مش هياخد اي بارامتر خالص، كلام جميل. طيب اكتب هنا الحاجة اللي انت عايزها، الحاجة اللي انت عايزها. طيب احنا لما كنا في الميدل وير، لو تتذكر كده، لو رحنا على الاب، رحنا على ال HTTP، رحنا على الميدل وير، احنا كنا بنكتب كونديشن هنا كده صح؟ ده كان كونديشن كنا بنكتبه في الميدل وير كده صح؟ اهو مظبوط. طيب خد بقى ده الكونديشن الجميل ده كده واعمل هنا كوبي وروح على الجيت وقول له امبورت. بس الفكره بقى هنا بقى دلوقتي حاجه، انا بقى مش هرجعه على صفحه ولا هرجعه على كلامنا كله، امال انت هترجعه ايه؟ انا بقول له بالبلدي انت هتعمل تشيك على الجيت دي، لو اليوزر ده بيساوي بيساوي صفر، يعني الراجل ده بالفعل مؤهل ان هو يدخل المكان ده، هقول له ريتيرن ترو، يعني الراجل ده بالفعل تمام، إلس والا هنا ارجع لي على ريتيرن فولس، كلام جميل. واضغط هنا اوكي. كده بالنسبه لي انا كده الجيت بتاعتي تمام، ونسيت السيمي كولن هنا. طيب انا كده دلوقتي عملت الاب سيرفيس بروفايدر، ظبطت الجيت بتاعتي. طيب هنادي عليها فين بقى؟ انا عايزه بقى هنادي عليها فين؟ ركز، تعالى كده نعمل ريفرش، فين هنا في اليوزرز هنا لما بتعرض عندي البيانات دي. طيب كل اللي انا هعمله في البيانات دي، اول حاجه ان انا هاجي على الراوتس الجميل بتاعنا، نروح على الراوتس ده اللي بيعرض لي اليوزرز. انا عندي راوتس هنا المفروض بيعرض لي اليوزرز بتاعتي اهو بالشكل ده، بيعرض لي اليوزرز بتاعي ريتيرن فيو صح. طيب هنا بقى دلوقتي انا هاجي بمنتهى البساطه في الحته دي، طبعا انت ممكن تعملها عن طريق كنترولر وحاجات زي كده زي ما انت عايز. بيقول لك بعد كده انت لما بتسجل الكيت بتاعتك بتظبطها، كمل امشي، وهقول لك على الحته دي ما تقلقش، وبعد كده هنبدا ندخل على الحته دي، ناخد الجزئيه دي كده ونيجي زي الشطار نقول له في الاول هنا كده بقى انا عايزك تعمل لي تشيكايه الاول قبل ما الدنيا تروح. طيب اول حاجه كل اللي انا هعمله بيقول لي اف لو الجيت allows، طيب خلينا بس ان انا اضمنها، يعني لو مش بتساوي صفر. طيب بيقول لي الجيتس بتاعك اسمها ايه؟ قلت له انا عندي هنا الجيت بتاعتي كان اسمها تشيك باسورد، كلام جميل. بيقول لي بالبلدي كده لو اللي تشيك باسورد، يعني لو ما تحققش ارجع له ابورت 404، وتقدر انت ترجع على اي مكان بتاعك، إلس والا الراجل ده لو الامور تمام كمل هيرجع على الريتيرن فيو. طيب تعالى كده نرجع نقول بسم الله، هنا نرجع. طيب نشوف كده الباسورد هنا متفعل، يعني المفروض فعليا الراجل ده له الاحقيه ان هو يزور، تمام. طيب انا اسف انا عملتها فين؟ لو مش بيساوي الاو، لا 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 انا اسف، المفروض اقول له لو بيساوي الاو، احنا كنا عاملينها العكس، تمام. طيب خلينا نرجع نعمل ريفرش ونقول له اليوزرز راح يزور عادي خالص اهو. طيب لو اليوزر ده بقى بيساوي صفر، يعني فعلا الراجل ده ملوش الاحقيه ان هو يدخل المكان ده، تعالى نعمل ريفرش كده ونعمل اليوزر، لاحظ راح مدخله على الباسورد اهو، ركز دخله على الباسورد ليه؟ لان انت اصلا مالكش الاحقيه. طيب احنا اسفين لسبب واحد، ايه هو؟ خلينا بقى نوقف الميدل وير بتاعنا، لان احنا كده شغالين بالميدل وير. الميدل وير انا مش عايزه يشتغل خالص، اقف يا عم الميدل وير انا مش محتاجك، انا هيعتبر هشتغل بالجيت مش هشتغل بالميدل وير، انا عايزه بقى يحس بالكلام بتاعي ده. تعالى نعمل هنا ريفريش ونضغط على اليوزر، لاحظ قال له مضمون الكلام انك مالكش الاحقيه انك تدخل هنا. طبعا ان انت في الابورت 403 ممكن ترجعه على اي مكان انت عايزه. طيب انت قلت لي يا باشمهندس في اول الفيديو انك هتعلمنا حاجه اسمها الجيت وهتعلمنا حاجه اسمها البوليسي صح؟ طيب نفرض النهارده ان انت عندك على سبيل المثال في مثلا كونديشن كبير مثلا وهيكون شكله يعني معقد وشكله مش لطيف والدنيا مش حلوه، قال لك ان انت هنا اصلا ممكن تعمل بوليسي وتحط فيه السياسات بتاعتك وتنده عليها بالشكل ده. طيب ازاي يا باشمهندس اعمل الكلام ده؟ اقول لك هنا دلوقتي قال لك ان انت باختصار عشان تعمل الكلام ده كله ممكن تعمل الخطوه دي. طيب
ممكن نحن نيجي هنا على الخطوة دي كده بس ايه، ونخليها جنبها موجودة معانا هنا كده، ونوقف بس ايه الكود الحتة دي تمام. وطبعا قلت له ان الكيت بتاعتي اسمها تشيك باسورد، وهاجي هنا زي الشاطر اكريت بوليسي جديده. طيب البوليسي الجديده بتاعتنا هنا ايه؟ بيقول لك عشان ان انت تكريت بوليسي عندك امر اسمه بي اتش بي ارتيزان كرييت بوليسي، اهوت ادي بي اتش بي ارتيزان ميك بوليسي، وتكتب اسم البوليسي بتاعك. فاحنا ممكن نقول هنا مثلا على سبيل المثال تعالى كده بس نكتب بره هنا، نقول له البوليسي بتاعنا مثلا، خلينا ناخد الامر ده على السريع كده، نقول ان البوليسي بتاعنا مثلا تشيك باسورد مثلا، كلام جميل. واجي اضغط هنا واقول له نفذ لي البوليسي ده، حطه لي هنا، احنا كنا شغالين بالترم من هنا اسف، ونبدا ايه نكريت البوليسي. لاحظ هنا على طول فعليا هيروح نزل لك هنا في الاب اتش تي تي بي، نزل لك عندك حاجه اسمها بوليسيز، هتضغط جواها وتبدا تلاقي اول بوليسي اتنفذ لك هنا. طيب البوليسي اللي عندي لو انا عامل كونستراكت معين اقدر ادخل عليه. طيب كل اللي عليا هقول له public function مثلا، نفذ لي function اسمها مثلا مثلا نقول له check password مثلا تمام. وده الفانكشن بتاعتنا الجميلة هنا. طيب كل اللي عليك اللي انت هتعمله، شايف اللي انت كتبته هنا ده، ده هو خده كده زي الشاطر وحطه في البوليسي بتاعتك. وتعالى كده ايه نرجع الدنيا دي هنا كده، اسف خلينا نرجع الكلام ده تمام. تمام ادي البوليسي الجميله بتاعتنا، كتبنا الكونديشن بتاعنا هنا والامور كلها تمام بالنسبه لنا. نقف هنا بس نعمل له فورمات عشان يبقى شكله كويس كده تمام. طيب وهنروح هنا على دي، كل اللي علينا ان انا بقول له انك البوليسي بتاعتك او الجيت بتاعتك اسمها تشيك باسورد، وان البوليسي بتاعتي اسمها ايه اللي انا كريتها اهيت. انا كريت هنا بوليسي اهيت، قلت له زي الشاطر عندي بوليسي اسمها تشيك باسورد بوليسي، وما انساش ان انا عاملها امبورت عندي هنا، وقلت له في جواها ميثود اسمها ايه، ركز الله ينور عليك، في ميثود اسمها تشيك باسورد، قلت له دي الميثود بتاعتنا. نفذ كده الامر نفسه تاني، تعال نشوف لو جينا نعمل هنا، نرجع هنا نعمل ريفرش ونشوف فعلا الامر هيشتغل ولا لا. طيب الراجل ده زيرو يعني معلوش الاحقيه ان هو يدخل على المكان ده، انا بس اتاكد ملوش الاحقيه. لو انا جيت ضغطت على اليوزرز لاحظ البوليسي اشتغلت معايا تمام زي الفل. طيب فكره البوليسي زي ما انا قلت لك ان انت ممكن تعمل هنا اكتر من بوليسي معينه، وتقدر تعمل هنا مثلا في الجيت تقدر على اي جيت او الكلام ده كله، بدل ما تقعد تكتبها بالشكل ده ممكن تكتبها بالطريقه دي. طبعا دي طريقه ودي طريقه، ولك مطلق الحريه تشتغل على الطريقه اللي انت عايزها. اول حاجه اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، ولو اول مرة تسمعني ما تنساش تعمل اشتراك في القناة، وان شاء الله بعد نهاية الفيديو هرفع لك البروجكت كله على الجيت هاب عشان لو انت عايز تاخد الاكواد من على الجيت هاب. السلام عليكم.